تجي عندك واحد تقول لنا الوضع حق ما كاينش شكون يجاوبك واش غادي تقول الخبر ولا تقول جماعة هذه مؤسسة وعندنا رئيس ديالها وعندنا مكتب مسير هذا يدل سيد الرئيس على أنه المكتب في شخصية كرئيس فاشل واختصموا لك سيد الرئيس إذا آلت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة وصيفط لك خمسة رسالة تذكير هذا السؤال الأول السؤال الثاني السيد الرئيس بدينا كنعملو الطرقات كاين بيلار ديال الإنارة العمومية أرسلنا لكم هذه ثلاث شهور كملنا طرقات الصور باقي في السكر ولا مليحة في السكينة النقطة الثالثة السيد الرئيس التصميم ديال التهيئة عباد الله مشردين في الشارع كاين اللي عنده خمسة ديال الدراري في الدار خطبي باغي يجوج ولادو السكنة ما كاينش الرخصة ما كاينش ينوض يتحرك يهدمو له وحنا هنايا كنصرفو حنا ما عرفناش راسنا واش عندنا مجلس أولا عندنا واحد المحل ديال بيت التقصيرة غادي نجيو نقصرو هنايا واحد مرة في ثلاث شهور ولا مرة في أربع شهور ونمشيو بحالنا هاد السؤال الثلاثة السيد الرئيس تجاوبنا باش نقدر نتكلم معاك فيهم وشكرا شكرا تفضل السلام حنا كفريق ديال الاصل والمعاصره بطبيعه الحال كنعملوا قراءات دائمه للميزانيه وكنعطيو اقتراحات عمليه بين الاقتراحات اللي عندنا اننا غنخليو ان الميزانيه ان شاء الله في المستقبل انها تزاد يعني النمو ديال المداخل وكذلك نقلصوا من المصاريف وهذا بطبيعه الحال كاين واحد واحد مجموعه ديال الاساليب وديال الطرق اللي ممكن انها تخد بعين الاعتبار وخصوصا ان كاين واحد التطور على مستوى الاستهلاك ديال الطاقه الان الجماعه راه صدقات في الجلسه الاولى على واحد المشروع ديال اعاده التدوير ديال المياه العادمه اللي يمكن الان يغطي 100% ديال الجماعه ديال طنجه اللي وصلنا الان ل 80% هادو بطبيعه الحال اوراق وطرق من اجل التقليص من المصاريف وغنعتمدوا كذلك في المستقبل على الليد في الكهرباء العموميه وكذلك غنعتمدوا على المصاريف على الغرامات للشركات اللي ما كتقومش بالواجب ديالها